المحاضرات، واليوم راح نبدي بمحاضرتنا الأولى مع بدء العام الدراسي الجديد في موضوع هندسة المرور. طبعا موضوع هندسة المرور شوية بالنسبة لكم كطلبة مرحلة ثالثة هو موضوع جديد لكم، لأن وعادة احنا بهذه السنة راح نتناول مبادئ هندسة المرور، حتى انت بعدين إن شاء الله اللي يحب أن يكمل بهذا المجال أو يدرس أنه هو يفترض حتى يدخل في هذا الموضوع الشائك أنه راح يكون عنده مبادئ ومعرفة. هذا الموضوع هندسة المرور أنتم ما عندكم أي إسبقيات عنه، يعني راح تكون هذه عملية شوية راح تكون أسهل بالنسبة إنه راح تكون هنا البداية في هذا الكورس اللي هو راح يفيدك في بقية الكورسات الأخرى، يعني في موضوع النقل اللي إن شاء الله تاخذونه بالكورس الثاني، أو في مواضيع هندسة التبليط أو هندسة أو التصميم الهندسي للطرق، كلها راح تحتاجون فيها موضوع هندسة المرور. كثير من المعلومات اللي راح تاخذوها في هذا الكورس راح تكون أساسيات في مواضيع أخرى خاصة بالنقل وهندسة الطرق. حتى نكون انه احنا بدايتنا تكون صحيحة، راح نبدي احنا من البداية ونجي نعرف شنو معنى موضوع هندسة المرور او الترافيك انجينيرينج. الترافيك انجينيرينج هو فرع من فروع الهندسة المدنية، يهتم بدراسة بالتخطيط وبالتصميم الهندسي وبكل العمليات المرورية اللي تحدث في الطرق بمختلف أنواعها، في شبكات الطرق، وحتى في يهتم بدراسة وخصائص الأراضي المجاورة أو يعني والعلاقة مع بعض، العلاقة بين هذه العمليات الهندسية المختلفة. الهدف من هذا هو تحقيق عملية مرورية آمنة وكفوءة وملائمة بالنسبة لتنقل الأشخاص والبضائع، لأن عملية المرور يتم فيها عملية تنقل. هاي عملية التنقل راح هذه عملية التنقل راح تكون لأشخاص وبضائع، والأشخاص اللي يتنقلون ممكن يكون هذا المتنقل هو سائق، وممكن أن يكونون أشخاص مرافقين لهذا السائق. فالهدف أنه أنا أحقق لكل هؤلاء الأشخاص عملية كفوءة وآمنة ومريحة، مريحة من ناحية عدم التأخير في إنجاز في التنقل وتحقيق الأمان، لأن عملية التنقل إذا ممكن ما تكون آمنة ممكن تسبب لنا في وقوع حوادث مرورية وخسائر في الأرواح والبضائع لا سمح الله. موضوع هندسة المرور موضوع مهم جدا، لأن هو راح يحاول يطبق الخصائص الهندسية المهمة حتى يحل المشكلات المرورية. طبعا حتى يحل هاي المشكلات المرورية هنا في هندسة المرور انت ما راح تتعامل ويا مجامات، وانما راح تتعامل مع اشخاص، لذلك انت لازم تعرف طبيعة وسلوكيات الشخص، يعني سلوكيات الاشخاص مثلا في العراق تختلف عن سلوكيات الاشخاص في دول اخرى في دول اوروبية، حسب عاداتهم حسب طبيعة الشخص. هاي كل هاي الأمور يفترض بمهندس المرور أن يوضعها في نظر الاعتبار. لذلك المشاكل المرورية مهمة جدا ويجب أن يقوم بحلها مهندس مرور. دور مهندس المرور شبه بدور الطبيب، يعني من تكون أنت عندك مشكلة صحية راح تروح للطبيب، هذا الطبيب إيش راح يسوي قبل أن يعطيك العلاج؟ راح يعمل يسألك عن هاي المشاكل، فيجي يشخص من خلال الأعراض الموجودة عندك نوع المشكلة. طبعا يحتاج إلى تحاليل، يحتاج إلى أمور كثيرة. فكذلك مهندس المرور حتى يجي يحل أي مشكلة مرورية بالبداية لازم يسوي إحصاءات، يعرف حجم المروري، يعرف شنو تركيبة هذا الحجم المروري، شنو المشاكل اللي سببت. ممكن أنه يكون طبعا الحوادث المرورية ثلاث عوامل تتدخل فيها،
عليها هي عامل السائق وعامل المركبة وعامل الطريق، فيشوف منو مسبب لي أو شنو هاي المشكلة شنو سببها، واحد من هاي الأطراف الثلاثة، أو أنه يكون ممكن أنه تكون هاي الأطراف الثلاثة متداخلة. فلذلك دور مهندس المرور مهم جدا، ولازم أنه يوضع العلاج إلى المشكلة اللي جاي نواجهها في كثير من الأحيان، هو سوء التخطيط، انه ينوضع اشخاص مسؤولين عن اتخاذ القرار هم مو اشخاص ذوي اختصاص، فبالتالي انه هو راح ينطي قرارات غير صائبة. يعني مثلا هسه انت قبل لا تدرس هندسة المرور ممكن تعرف انه السرعة ممكن تسبب لك حوادث مرورية، لكن ايضا السرعة ليس معناه انه فقط السرعة العالية، ممكن انه تكون السرعة البطيئة ايضا مسببة لوقوع حوادث مرورية. وجود العلامات المرورية ممكن انه زيادتها ما يعني زيادة الامان، يعني في موضوع هندسة المرور اللي ما ينفع هو راح يضر، وليس اللي ما ينفع ما يضر، لا، وجود الشيء الغير نافع معناها هو مضر. حتى نجي نتعامل مع الحركة المرورية، شبهت الحركة المرورية بالتيار، يعني ترافيك ستريم شبهوها بجريان الماء، حتى يكون انت يفترض انه ستتصور عندك انه حتى تكون حتى تحقق حركة مرورية لازم يكون بيها انسيابية وجريان يشبه جريان الماء، ما بأي اعاقات. ممكن في بعض الاحيان الماء جريانه في نهر راح يصير مثلا احجار عوالق هاي تؤثر هاي الحركة، فتصور حركة المرور المشكلات الموجودة اللي راح تأثر عليها وممكن توقفها. طبعا هذا تيار المرور، احنا قلنا هنا عندنا سائق ومركبة، تصرفات السائق والمركبة هي ممكن أنه تأثر في حركة المرور. بالطبع أنه تصرفات السائق، السائق هو بشر، فتصرفاته هي مو دائما، يعني أنت ما ممكن أنت كبشر ما ممكن أنه تكون هي تصرفاتك وعاداتك منتظمة، يعني هي دائما، فهي غير منتظمة. وكذلك تيار المرور بطبيعته غير منتظم، يعني ما ممكن تكون دائما الحركة أو انسيابية تيار المرور متشابهة في كل الأوقات، وهي ما تتأثر فقط بالسائق كشخص، يعني أنت مثلا هي تتأثر بوجود المركبة والسائق في نفس الوقت، وكذلك مدى تأثرها بالمركبات الأخرى. يعني أنت من تسير في طريق ما راح تكون أنت فقط اللي متحكم في الطريق، وإنما من راح يأثر على حركتك وجود المركبات الأخرى، إذن هي تداخل بينهم. فإذا الحركة المرورية هي حركة متغايرة مع الموقع مع الوقت، ومتغايرة أيضا تبعا لتصرفات السائق. فلذلك هنالك بعض العناصر اللي يفترض أنه ندرسها حتى ممكن نخمم أن هاي الحركة المرورية. طبعا هاي العناصر ممكن أنه نقسمها إلى مقاييس كمية measurements of quantity، وهذه اللي تتمثل لي بالdensity والflow ومقاييس نوعية. طبعا density هسه انتم ما تعرفون شنو احنا نقصد به، ان شاء الله من ناخذه راح تعرفون شنو معناه، بس بصورة مبسطة هو عدد مركبات في مقطع طريق، والflow هو المركبات اللي جاي تسير في الطريق، ومقاييس نوعية اللي هي بالنسبة إنها متضمنة للسرعة. نوعية ليش؟ لأن أنت يعني الدينسيتي والفلو هو كم عدد، بينما السرعة هي تمثل لي إشقد المسافة المقطوعة في وحدة الزمن. هذه المقاييس أو هاي عناصر التيار المرور هي ممكن تكون عناصر إجمالية، يعني شنو هذه الترافيك والفلو والدينسيتي من أجي أدرسها؟ ما أدرسها إلى مركبة واحدة، وإنما أدرسها لمجموع المركبات الموجودة في الطريق، فنسميها مقاييس إجمالية، واللي هي مثل ما قلنا تنقسم إلى كمية ونوعية. وعندنا نماذج عينية، هاي النماذج العينية
اللي راح أدرس بيها خصائص مركبة واحدة في الطريق، وطبعا هاي المركبة من أجي أدرسها أدرسها وتأثرها بالمرك يعني بزوج من المركبات، لأن هي راح تتأثر بالمركبة اللي أمامها. فإذا إحنا مثل ما قلنا إنه هاي الموديلز اللي أنا حتى أتعامل بتيار المرور قسمته إلى موديل ميكروسكوبك ومايكروسكوبك. الميكروسكوبك هو موديل إجمالي يدرس الخصائص الإجمالية واللي هي بها مقاييس كمية أو نوعية، واللي هو الميكروسكوبك موديل راح يدرس لنا الفلو والدينسيتي والسبيد، بينما المايكروسكوبك راح يدرس لنا خصائص خاصة بالمركبة وحدة، فراح يدرس لنا مدى الهيدوي أو مدى السبيس الموجود بين المركبات، وهذه المعلومات يعني الهيدوي السبيس الكليرنس الجاب هذه إن شاء الله راح نعرفها من ندرسها بالمحاضرات الجاية. إذا بالبداية إحنا راح ندرس العلاقات الأساسية اللي هي خاصة بالسبيد الفلو والدينسيتي. لازم نعرف هذول ثلاث أبطال هم راح يأثرون في دراسة الموديل الإجمالي أو في تيار المرور. حتى أنا أجي أدرس العلاقة بين هذه الخصائص المختلفة يفترض أنه أنا أعرف شنو كل نوع منهم شنو يعني. فهسه نجي نبدي إن شاء الله المحاضرة اليوم راح تتناول دراستنا للفوليوم أو الفلو أو الديمايند أو فلوريت، هي كلها تعني نوع واحد أو هو تعني إحصاء للمركبات ترافيك كونتينج. طبعا هذه مثل ما قلنا ممكن أنا أسميها بتسميات مختلفة، من أجي أقول فوليوم فلوريت ديمايند أو كاباسيتي كلها تعني عدد مركبات، لكن بما أنه صار لها تسميات مختلفة معناها أنه كل واحد منهم يختلف عن الثاني. يعني هسه حتى أنه ندخل في موضوع الترافيك كونتينج لازم أعرف من هذه المحاضرة تميزون بين هاي المصطلحات المختلفة وتبقى ببالنا ما ننساها أبدا. يعني نجي ناخذ الفوليوم، الفوليوم هو عدد مركبات أو أشخاص، هو عدد. أنت شنو بالإحصاء اللي تريد تسوي؟ أنت مهم عندك عدد المركبات، وطبعا أي نوع من المركبات ممكن تسوي إحصاء لنوع معين واحد من المركبات، أو ممكن تسوي الإحصاء لكل أنواع المركبات أو تسوي لها تصنيف، أو ممكن أنه تكون إن أنت عندك المهم مو أنت تريد تشوف السابلة اللي جاي تعبر في طريق معين، سابلة احنا نسميها بمصطلح المرور بالدستريانس. فإذا هو عدد مركبات أو أشخاص، إيش بيهم هذول العدد جاي يعبرون نقطة معينة. يعني لازم أنا أجي أوقف، أنت كشخص تريد تسوي إحصاء للمركبات توقف وتحدد نقطة معينة، إذا عبرت هاي المركبات من هاي النقطة شنو راح أسميها؟ راح أسميها فوليوم. طبعا في وقت محدد هنا اللي راح يصير عندنا الاختلاف. عادة فوليوم يقاس بالفيكل بير أور، يعني الفترة الزمنية اللي راح تاخذها للقياس هي ساعة واحدة. يعني راح تجي تحدد لك نقطة وراح تجي تحسب وتبدي تحسب بداية زمن. طبعا هو عادة احنا بعدين راح نعرفها بالتفصيل انه الزمن ما راح تاخذه كدفعة واحدة ساعة، انما تقسمها الى اقسام، بس هو كفوليوم لساعة كاملة. تجي تشغل ساعة التوقيت ومدة ساعة وتحسب المركبات اللي تعبر هاي النقطة اللي حددتها. ممكن انه تاخذ هاي المركبات لكل الطريق، لكل يعني عندك لاتجاه معين كله بنفس الاتجاه، او ممكن انه تاخذ مركبات لممر واحد معين، انت هذه حسب دراستك. فتصير هنا مثلا من قلنا فيكل بير اور راح تعرفها انه هاي عدد المركبات اللي جاي تمر مقطع طريق باتجاه معين. من اقول فيكل بير اور بيرلين معناها عدد المركبات خلال الساعة اللي عابرة ممر واحد، لين هو الممر. نجي ناخذ هسه المصطلح الاول اخذناه الفوليوم، المصطلح الثاني اللي هو الفلوريت. الفلوريت هو شنو؟ هو هنا الاختلاف عن الفوليوم هو اكويفالنت يعني مكافئ، اكويفالنت اولي ليت هو مكافئ لمعدل مرور ساعاتي. شنو يعني؟ شويه بعد
ما واضح عندنا لمركبات أو دراجات أو أشخاص تعبر نقطة معينة أو ممر يعني في طريق أو ممر. نفس الشيء إذا أنا عندي نقطة وراح أجي أوقف وراح أحسب المركبات اللي تعبر هذه النقطة. لعد شنو القصد بالمكافأة والليلات؟ القصد بي أنه أنت تسوي فترة الإحصاء مالتك خلال فترة زمنية أقل الساعة، يعني تجي فترة العد مالتك أو الحساب لخلال فترة زمنية خلي نقول 10 دقائق، اجيت وقفت حددت نقطة معينة كل مركبة تعبر هذه النقطة راح أسجلها وشغلت ساعة التوقيت. أنت تريد تحسب فرد شي تقريبي ما عندك يعني تقدر توقف فترة طويلة، أخذت 10 دقائق طلعت لك عدد المركبات اللي مرت 100 مركبة في خلال 10 دقائق. تيجي تحول هاي المركبة ال100 مركبة اللي حسبتهم خلال 10 دقائق بما يعادلهم خلال الساعة، فمنقول أنا 100 مركبة كم 10 دقائق معناها عندي 600 مركبة بشقد بالساعة. إذا أقول 150 مركبة بال15 دقيقة معناها أيضا عندي 600 مركبة بالساعة، لأن الساعة كم ربع ساعة عندك أربع فترات، فإذا 150 في 4 راح تطلع لي 600. هو هذا المقصود بالفلوريت. فإذا صار عندنا الفارق بين الفوليوم والفلوريت إنه الفوليوم يحسب لك عدد مركبات عابرة خلال ساعة، بينما الفلوريت هو قيمة محسوبة على أساس فترة زمنية أقل الساعة ومحولة بدلالة الساعة، بحيث هم واثنيناتهم من تجي تكتب الوحدات الخاصة بهم راح يكون vehicle per hour، لكن من تقول ينكتب لك فوليوم راح تعرف هذا عدد حقيقي فعلا عبر، بينما الفلوريت هو عدد تقريبي انت ماخذ فترة زمنية اقل ومحولها بما يكافئ. اللي بعده نجي ناخذ الديمايند. ديمايند ايضا هو عدد مركبات او اشخاص، بس شنو الاختلاف بين فوليوم او الفلوريت؟ ديزير تو ترافل باست بوينت، تو ترافل باست بوينت هو عدد مركبات او اشخاص ترغب في عبور نقطة معينة. يعني انت اجيت وقفت المركبات خليت نقطة، المركبة اللي تعبر من هاي النقطة هي فوليوم، المركبة المتجاوزة موجودة قبل هذه النقطة هي ديمايند. يعني اجيت مثلا فرضا وقفت يم باب الجامعة، اكو مركبات في فترة الازدحام راح تجي تعبر من بوابة الجامعة مركبة مركبة، المركبة اللي عبرت انت راح تسجلها تقول هاي صارت فوليوم. المركبة المصطفة اللي واقفة اكو مركبات تريد تجي تعبر بس ما تعبر لان راح تضطر توقف يعني مثلا ازدحام او هاي، هذه المركبات نسميها ديمايند. فاذا الفارق بين الفوليوم والديمايند، الفوليوم هي مركبات عبرت، الديمايند هي مركبات ترغب في العبور، او انه المركبات الفوليوم هي الديمايند هي مركبات وصلت لمقطع طريق، والفوليوم هي مركبات عبرت هذا المقطع الطريق. فعادة في ساعات الذروة راح تكون طبعا عادة الديمايند اما يكون مساوي للفوليوم او اكبر منه، لان بساعات الذروة مثل ما قلنا انه انت راح توقف هاي المركبات مو كلها راح تستطيع ان تعبر، فراح تصطف، راح منو اللي ايش قد راح يتحول من الديمايند يتحول الى فوليوم بقدر سعة طريق. هسه اذا اكو كلمة جديدة دخلت عندنا اللي هي الكباسيتي، فخل نشوف شنو الكباسيتي، لان هاي الكباسيتي مهمة ايضا لان هي اللي راح تحدد لي ايش قد يتحول من الديمايند الى الفوليوم. الكباسيتي هو أكبر عدد من المركبات تستطيع عبور نقطة معينة خلال وقت معين، يعني أكو قابلية استيعابية لطريق، أكبر استيعابية لهذا الطريق شنو أسميها؟ أسميها بالكباسيتي. دائما أنا في كل السنوات حتى أقرب موضوع الكباسيتي أشبهها بالقاعة، القاعة الدراسية فرضا أنت خلي نقول قاعة واحد، قاعة واحد كلكم تعرفوها نقول بها عدد مقاعد 60 مقعد، وعندنا طلاب
طلاب مثلا احنا نريد ندمج كل طلاب المرحلة الثالثة، خلينا نقول انه انا عندي 90 طالب، فاجوا 90 طالب وين وقفوا؟ وقفوا بالممر بالقاعة واحد. ايش قد راح يدخل للقاعة؟ راح يدخل للقاعة بقدر السعة، يعني بقدر ال60 كرسي، راح يدخل الستين من دخله. وش راح يصيرون؟ راح يصيرون فوليوم. وال30 اللي بقوا هذول شنو هم؟ هذول دي مايند، ما قدروا يصيرون فوليوم. ليش؟ لان قابليه الاستيعابيه للقاعه هي 60 فقط. كذلك الطرق إلى قابلية استيعابية أنه يحمل عدد معين من المركبات، إذا زاد عن هذا العدد ما راح يقدرون يعبرون مقطع الطريق، راح يصير تأخر وراح يصير توقف للحركة المرورية، وراح يبقون ما يعبرون لحد ما تتصرف كل المركبات ونخلص من ساعة الذروة. هنا نجي ندرس قصائص الترافيك فلو، راح نشوفه هو متغاير يعني بصورة كبيرة، متغاير في أوقات معينة، متغاير خلال اليوم نفسه. يعني أنت في ساعات الصباح الباكرة ما راح تكون عندك، يعني مثلا احنا أو ساعات الليل المتأخرة راح تكون أنت عندك حركة مرورية بطيئة خفيفة جدا أو من شبه منعدمة، وبعدين تبدي ساعات المرور. هسه نشوف هذا الكيرف، راح نجد انه بالبدايه الحركه المروريه شبيهه قليله، تبدي تزايد مع ساعات النهار الى ان توصل الى ذروتها في وقت اللي هو مثلا هنا الوقت بين الثمانية ونص، في وقت 8:30 للـ9 أو 8:30 للـ9:30. وبعدين شنو يصير؟ هذه مثلا خلينا نقول، طبعا هذه تختلف، هذه المنطقة معينة هم ماخذينها، وبعدين تبدي يتناقص الحجم المروري، وبعدين راح يصير اكو زيادة بالحجم المروري خلال فترة مسائية ثانية اللي هي في مثلا من 6:30 للـ7 وهكذا، وبعدين تبدي تتناقص مع ساعات الليل المتأخرة. فإذا هي متغايرة خلال اليوم، وهذه لو أنا ناخذها مثلا من ناحية للجامعة بأيام الدراسة، أيضا راح نشوف أنه مثلا بساعات الصباح عندنا فترة يزايد بها قدوم الطلبة اللي هي مثلا خلينا نقول من 8:45 للـ9 للـ9:45، وبعدها راح تكون الحركة المرورية خفيفة، بعدين مغادرة الطلبة راح تصير عملية عكسية في الفترة المسائية، خلينا نقول من 12:30 للـ2 أو تبدأ أو تقل. هذه خلال اليوم حسب المنطقة، طبعا إذا منطقة تجارية راح تختلف، مثلا منطقة العشار الحركة المرورية تختلف بها، منطقة الجزائر وهكذا، بحسب طبيعة هي شنو المنطقة، منطقة عمل، منطقة تجارية، منطقة سياحية، خلال أيام الأسبوع. وهاي كلكم أنتم لاحظينها، مثلا أنت عندك أيام بها المناطق بها دوام، هاي أيام الدوام راح تكون أكيد حركة مرورية عالية. إضافة إلى ذلك أنه الأيام اللي تكون بها مسبوقة بعطلة أو تعقبها عطلة تكون الحركة المرورية مختلفة. إذا ملاحظين أنه الحركة الازدحام المروري راح يكون أشد في يوم الأحد ويوم الخميس، راح تقولون ليش؟ الأحد أنت عندك هو يوم بداية أسبوع، ممكن أنه مثلا إذا أريد أجي أقيسها على الجامعة، كثير من الطلبة عندنا إحنا ما أقضية نواحي ومحافظات، هذول الطلبة ممكن أنه هو راح يكون يوم الخميس مغادر إلى يعني إلى أهله، من يجي هو بيوم الأحد الصبح، فبالتالي نسبة كبيرة منهم هم ساكنين الأقسام الداخلية داخل الجامعة، راح تنضاف عدد طلاب راح يجون في مركبات، فإذا حركة مرورية عالية. وكذلك بالنسبة ليوم الخميس، ممكن إنه بأيام العطل إذا تريد تجي الأيام الجامعة، وهسه مثلا لو أنت تصير عندك زيارة يعني
خلال العطلة راح تشوف الفارق في الحركة المرورية، ما راح تكون أكو حركة مرورية عالية عندك. كذلك في خلال الفصل طبعا بحسب طبيعة المنطقة، مثلا فصل الصيف أو فصل الشتاء أيضا تتغير. عندك أكو مناطق سياحية فالتوجه إليها متى يكون؟ راح يكون في خلال فصل الصيف، فتشوف الحركة المرورية تكون عالية بيها وتصير بيها أيضا حركة مرورية عالية في نهاية الأسبوع وهكذا، وبحسب خصائص الطريق والاتجاه. هاي كلها عوامل تأثر في الحركة المرورية. عندنا الفوليوم اللي قلنا هو عليه عدد مركبات تمر خلال الساعة، اكو ايضا احتاج حسابات للفوليوم اخرى. هاي كلها يعني احنا مصطلحات ناخذها بس هي كلها تعني فوليوم، هي كلها تعني عدد مركبات بس تختلف بحسب المصطلح اللي ناخذه. مثلا هسه نجي راح نتعلم مصطلح جديد هو annual average daily traffic اللي هو مختصرة AADT، الحرف الأول من كل كلمة للannual average daily traffic. شنو هو؟ هو عبارة عن الأفريج الترافيك فوليوم خلال 24 ساعة لكل السنة، أيام السنة اللي هي 365 يوم. يعني هو توتال ترافيك يمر خلال السنة، هو كل المرور اللي يمر خلال السنة مقسوم فيه شقد في 365. يعني انت عندك يوم كامل، هذا اليوم شقد 24 ساعة، تبدي تحسب عدد المركبات خلال هذا اليوم بصورة كاملة لكل 24 ساعة، ولمدة كم مدة مالتك؟ 365 يوم. فإذا هو التوتال فوليوم مقسوم على عدد أيام السنة. هذا الفوليوم ممكن أن أنت ما تستخدمه بصورة مباشرة في تصميم الطريق، لأن أنت بالتصميم راح نجي ناخذه بعدين، يعني في إيجاد عرض الطريق تحتاج إلى ما يعرف بالديزاين أورلي فوليوم. لكن الأنيوال ديلي أفرج أنيوال ديلي ترافيك هو يساعدك في معرفة هذا الديزاين أورلي فوليوم، وممكن أنه يساعدك في تخمين مدى العوائد الطرق. في كثير من الدول انه هذه الطرق ما راح تكون مجانية، يعني اكو تعريفة معينة تأخذ من السائق عند استخدام هذا الطريق. فحتى اجي اخذ، لان انت حتى تنشئ طريق لازم تعرف مدى المنفعة والكلفة اليه، حتى تخمن المنفعة لازم تعرف ايش قد العائدات، وحتى تعرف العائدات الخاصة بالطريق لازم تعرف عدد المركبات اللي راح تنخدم بهذا الطريق. ممكن انه انت ايضا تعرف شلون نمط الفوليوم شلون جاي يتغير، وكذلك من ناحية تخمين او معرفة عدد الحوادث المرورية، معدل الحوادث المرورية. عادة معدل الحوادث المرورية من ينذكر الى عدد مركبات، يعني مو بس مجرد أنا أقول عدد الحوادث المرورية بهذا الطريق 5 أو 10، لا، تنذكر عدد الحوادث المرورية نسبة إلى نسبة إلى العدد الكلي للمركبات. فلازم أنت تعرف عدد الكلي للمركبات اللي مرت خلال السنة. كذلك يحدد لنا مدى المنفعة في تحسين أو تطوير طريق معين. يعني أنا عندي طريق معين وموجود لكن أريد أغيره، يعني أضيف له مثلا أزيد لعرض ممر إضافي أو أكثر، أو أغير بي أو أعيد تبليطه. لازم أشوف عدد المركبات المستفيدة من هذا الطريق حتى على ضوء أقرر أنه يستحق أنه أنا أسوي هذا الإجراء أو لا. هذا annual average daily traffic هو إذن الحجم المرور الكلي المار خلال الساعة، محسوب بحجم مرور اليوم لكل الأيام السنة. annual نجي ناخذ المصطلح اللي بعده average daily traffic، إذن إنشال الأي الأولى صارت فقط ADT. هذه ADT تعني average daily traffic،
إذن هو أيضا معدل مرور ل 24 ساعة، لكن شنو فرق عن الألوان of the daily traffic؟ هو محسوب على أساس فترة زمنية أقل السنة. يعني شون أقل السنة؟ يعني أنت ممكن تسوي إحصاء خلال 6 شهور، خلال فصل، خلال شهر، أو حتى خلال يوم، أو مثلا تسوي مثلا تيجي تحسب معدل المرور اليومي خلال 10 أيام، وتيجي تقول إنه هذا، طبعا هو هذا من نجي نستخرجه نقول مركبة خلال اليوم. فإذا الفارق بين الأنيوال أفريج ديلي ترافيك والأفريج ديلي ترافيك إنه أحدهما محسوب خلال سنة كاملة والآخر محسوب خلال فترة زمنية أقل من سنة. نجي اللي بعده اللي هو ديزاين اور فوليوم، هو اما اسميه ديزاين اور فوليوم حجم مروري تصميمي، او فيوتشر اور فوليوم حجم مروري مستقبلي. بوث دايركشن محسوب على الاتجاهين. يعني احنا شنو القصد بيها؟ انه عاده احنا الطرق انت عندك اتجاهين، مثلا شارع بغداد من تجي تاخذه هو طريق متجه باتجاه الجامعه، وطريق الاخر متجه بالسايد الثاني متجه باتجاه سعد. من اقول ديزاين اور فوليوم معناها انا حاسبه الحجم المروري لكلا الاتجاهين، الاتجاه المتجه باتجاه الجامعه والاتجاه المتجه خلال سعد. خالين في نظر الاعتبار عند حساب هذا الحجم التغيرات اللي تصير خلال الترافيك فوليوم خلال السنة. زين، هذا الديزاين اور فوليوم من اسمه يعني انا راح هو الحجم المروري اللي راح استخدمه خلال سنة، راح استخدمه العفو خلال التصميم. فاذا هو حجم مروري مهم. زين، انا اي ساعة راح اعتمدها؟ لان هو من جاي اقول انا حجم مروري ساعاتي ديزاين اور فوليوم يعني لساعة واحدة فقط. زين، اي ساعة اجي اعتمدها في التصميم؟ خلي يجي ندرس الاحتمالات. اذا اجي اقول هو معدل المرور الساعات يعني افريج اولي فوليوم معدل، يعني اجي اخذ مثلا الحجم المروري مال 24 ساعة واقسمه على 24 فاخذ المعدل، هنا أنا راح يكون هذا التصميم غير كافي. ليش التصميم غير كافي؟ لان احنا استونا قبل شوية شفنا بالمخطط انه الحجم المروري متذبذب خلال ساعات النهار. فانت من تجي تاخذ المعدل راح تطلع لك فد قيمة هواية مختلفة عن اعلى قيمة اللي هي مثلا انت عندك اعلى قيمة خلي نقول 500، وتجي انت عندك 500 مركبة وعندك مثلا 10 مركبات و50، وهاي تجي تشوف يجوز تطلع لك الافرج اولي فوليوم 100 مركبة او 75 يجوز، يعني او 100 او هذا بين ال 500 وال 100 عدد مركبات جاب كل شيء كبير بعدد مركبات. يعني انت راح تصمم الطريق لمية بينما انه الطريق في كثير من الاحيان الحركة المرورية بتكون ممكن 500 ممكن 400 ممكن 350. معناها هذه العملية راح يكون تصميم غير كافي. زين، اذا اجي اخذ ماكسيمم بيك اور اعلى ساعه، طبعا اعلى ساعه انا من اجي اخذها القصد بها اعلى ساعه في كل السنه، هنا انا راح يكون تصميم غير اقتصادي. ليش غير اقتصادي؟ انت كل ما تعتمد حجم اكبر معناها انه انت راح توفر طريق اعرض، عدد ممرات اكثر، معناها كلفه اقتصاديه عاليه جدا. الطرق، مشاريع الطرق كلفتها اقتصاديه عاليه جدا، فمعناه وهذا الحجم راح يمر لي مرة واحدة سنة واحدة، فإذا هو غير اقتصادي. فإذا الحجم المروري اللي مستخدم ما لازم يكون هيك فارق جابي كلش كبير. فعادة اعتمدوا من خلال البحوث والدراسات إلى قيمة شافوها إنه هي الأفضل، اللي هي أعلى 30 ساعة خلال السنة. أعلى 30 ساعة حجم مروري في 30 ساعة خلال السنة، وشافوا إنه هاي الأعلى 30 ساعة الحجم المروري أعلى 30 ساعة هذا ثابت بين سنة وسنة، يعني مو ما يتغير، يعني هو تقريبا القيمة اللي تطلع هي خلال
بين سنة وسنتين احنا بنجي نصمم طريق حسب نوع الطريق، اذا مثلا حسب نوع التبليط وهاي، او خلينا نقول هسه انتم هاي ما تعرفوا هالشغلات، انه العمر التصميمي الى بين 20 الى 25 سنة، فايضا ما لازم يصير اختلاف كبير بين الحجم والمرور، يعني لازم انت من الصمم ما تخلي بالك انه تستفاد منه خلال هذه الفترة. فشافوا انه اعلى 30 ساعة بالسنة هي ثابتة، الحجم المروري بها ثابت بين من سنة إلى سنة. طبعا هاي الأعلى 30 ساعة وجدوا إنه هي كحجم إذا أريد أحسبه هو 15% من قيمة الأنوال أفريج ديلي ترافيك في مناطق رورال إيريا اللي هي المناطق الزراعية طبعا، أو إحنا نقول المناطق الخارجية، لأن هذا مصطلح رورال هو مصطلح زراعي على اعتبار إنه الدول الأوروبية طرقها الخارجية هي مناطق زراعية، لكن هاي مو بالضرورة تنطبق عندنا في دولنا. فإذا نقول الطرق الخارجية هو 15% من الأي دي تي، يعني أنا إذا عندي الأنيمال أفريج ديلي ترافيك فتخلي نقول 10,000 مركبة تمر خلال اليوم، أجي أقول إنه الديزاين أو يعني خلي 10,000 مو مشكلة حتى لو كان رقم كبير، إنه الديزاين أور فوليوم حتى أجي أطلعه هو 15% من هذا الرقم، يعني يصير 1500 مركبة هنا راح يتغير. إحنا الأنوال أفريج ديلي ترافيك هو فيكل بير داي، هنا راح يكون الديزاين أور فوليوم من اسمه أور يعني فيكل بير أور. وإذا طريق داخل مدينة إربن مدني فراح يكون بين 8 إلى 12%. ومن هسه نتفق انه اذا انا عندي تريد تصمم فتاخذ القيمة الوسطية، يعني اذا ما معطى بالسؤال بعدين هاي ناخذها بتفصيلاتها. ليش مثل ما قلنا يقول لك ليش انت تعتمد ال 30 ساعة؟ مثل ما قلنا اذا قيمة اعلى من هاي القيمة، يعني اذا اعتمد ال 100 ساعة او ال 150 او يعني فراح تكون بيها نسبة يعني غير اقتصادية. وإذا أخذ 20 ساعة أو 15 أو أقل راح تكون هذه غير كافية في التصميم، فهي راح تعتبر لي يعني هي الأفضل. وجدوا أنه هي أيضا تقريبا هي الساعة البيك خلال الأسبوع أو المتوسط ساعة البيك خلال الأسبوع. هذه المخطط يوضح لنا العلاقة بين عدد الساعات وبين الانوال افريج ديلي ترافيك، طبعا هذا لطريق من تو اوي باتجاهين، وهنا هذه القيمة هذه القيمة الافريج و هذه 15% وهذه 85%، واحنا قلنا راح نعتمد هاي 30 خلال 30 ساعة، خلال 30 اعلى 30 ساعة راح نجي نسقط على 30 ساعة على الكيرف وراح نطلع الانوال افريج ديلي ترافيك. يعني هاي طبعا لي منطقة معينة، يعني هذا المخطط مو شامل الكل، وانما هاي مسوينا لي منطقة معينة. نجي ناخذ مصطلح آخر نسميه ديزاين أور فوليوم ريشيو، هذا شنو هو؟ اللي هو نعبر عنه بفاكتر أو كي فاكتر، هذا يمثل لي نسبة الأنوال أفريج ديلي ترافيك إلى الديزاين أور فوليوم، اللي هي قلنا مثلا يعني إش قد أنا الأنوال أفريج ديلي ترافيك إش قد راح أضربه في يا نسبة حتى أطلع الديزاين أور فوليوم، اللي هي إحنا مثل ما قلنا إذا إربن هي بين 8 إلى 12%، وإذا رورر هو بين 12 إلى 18%، وحالة عدم إعطاء هاي القيمة نأخذ القيمة الوسطية، فأجي أضرب مثل ما قلنا القيمة. هسه راح تتوضح لنا في المثال. مثال معطى انه الانوال افريج ديلي ترافيك هي 3500 مثل ما قلنا فيكل، في هاي تعني فيكل مركبه، يعني فيكل مركبه في باليوم،
مركبة باليوم. ليش؟ لأن هو محسوب على أساس اليوم ككل، وأعلى 30 ساعة اللي هو أولي فوليوم هو 420 مركبة بالساعة. مثل ما قلنا مثلا ديزاين أور فوليوم أو أعلى 30 ساعة أو أعلى حجم مروري 30 ساعة معناها هو فيكل بير أور، نطينا يا 420 مركبة. رايدين الكي فاكتر، الكي فاكتر هو عبارة عن ديزاين أور فوليوم مقسوم على الاي اي دي تي في 100. فأجي أقسم ال 420 على 3500 في 100 راح تطلع لي 12%. هذه الرقم مثلا هنا 12% ممكن أن يكون هذا الطريق أربن أو أن يكون رورال، بس ممكن تطلع لك فد قيمة. لو فرضا مثلا طلعت لي هاي القيمة 14، أنا ما أعطيتك شنو نوع السؤال، وأقول لك بعدين ناقش لي النتيجة اللي طلعت. فمن تطلع القيمة مثلا خلينا نقول 14، راح تجي تناقش النتيجة تقول معناه أنه هذه المعلومات أو الداتا المعطات هي لطريق خارجي، لأن النسبة اللي طلعت للكي هي 14%، ونسبة الطريق داخل المدينة نسبة الكي هي بين 8 إلى 12%، فهي خارج النسبة، إذن هذا طريق رئيسي أو زراعي. السؤال اللي بعده قايل لك شنو تأثير امباكت التأثير اختيار قيم مختلفة للكي فاكتر في التصميم. يعني إذا كان نفس السؤال السابق عندك الانوال افريج ديلي ترافيك هو 3500 مركبة بالدي، ركز على الوحدات لأن الوحدات هنا مهمة جدا، من هسه من أول محاضرة تبقى وتحفظ الوحدات وتشوف كل وحدة كل من هذه المصطلحات اللي أعطيناها شنو وحداتها وتركز عليها حتى ما تنساها. هنا أنا قايل لك شلون راح نجي إن نصمم الديزاين فوليوم للكي فاكتر او شنو راح تاثيره اذا تغير قيمه الكي فاكتور، رايد الديزاين فوليوم اذا تغيرت قيمه الكي فاكتور من 8 الى 12 راح تيجي تقول الكي انت شنو الديزاين اور فوليوم هو عباره عن شنو، هو كي في الاي دي تي الانوال افريج ديلي ترافيك على 100. تيجي تاخذ الثمانية بالبداية تضربها في 3500 على 100 راح تطلع لك ديزاين اور فوليوم 280 مركبة بالساعة. راح تاخذ ال 12% بنفس العملية 12 في 3500 على 100 راح تطلع لك 420 مركبة بالساعة. اذا الفارق بيناتهم بين ال 420 وال 280 هو 140 مركبة بالساعة. زين، اذا عرفنا انه انا الانوال افريج ديلي ترافيك من اضربه في كي فاكتر راح يتحول لي الى شنو، الى ما يعرف بالديزاين اور فوليوم اللي هو الحجم المروري اللي راح استخدمه في التصميم، وهذا الحجم من كتب الديزاين اور فوليوم معناها لكلا الاتجاهين، قلنا انه احنا عندنا الطريق من اتجاهين. زين، راح اجي اخذ مصطلح اخر اسمه او مختصره هو دي، هذا الجي هو Directional Distribution Ratio، هو نسبة التوزيع الاتجاهي. زين، شنو هذا التوزيع الاتجاهي أو نسبته؟ هو حجم مروري One Away Volume in Big Direction. يعني أنا هو فد فاكتر أو نسبة إذا أضربها في الديزاين أور فوليوم راح حصل على ما يعرف بالDirectional Design أور فوليوم، لان انا مثل ما لان هسه احنا قلنا الطريق اتجاهين، طريق شارع بغداد اتجاه جاي باتجاه الجامعه واتجاه رايح باتجاه ساحه سعد، حسبنا الديزاين اور فوليوم. انت بالتصميم ما راح تجي تصمم على الديزاين اور فوليوم، وانما بالتصميم راح تصمم يعني راح تسوي عرض طريق باتجاه وبعدين الاتجاه الثاني هو نفسه ينطبق عليه. فمثلا خلينا نقول انه الحجم الديزاين اور فوليوم طلع عندك الف، هذا الالف
هو لكلا الاتجاهين، اتجاه متجه باتجاه الجامعة واتجاه اللي رايح باتجاه ساحة سعد، حتى تعتمد بالتصميم. طبعا هاي الاتجاهات متغايرة، يعني انت مثلا في ساعات الصباح الباكر الطريق اللي جاي باتجاه الجامعة شو راح يكون عدد المركبات؟ هي الأعلى، والاتجاه المعاكس راح يكون أقل، يعني توزيع المركبات هي مو ألف هذا الاتجاه راح ياخذ 500 وهذا الاتجاه راح ياخذ 500، لا، في ساعة الذروة الصباحية راح يكون اتجاه ياخذ أعلى من الاتجاه الآخر، وساعة الذروة المسائية راح يتغير هذا الاتجاه. فأنت من تجي تصمم لازم تصمم على القيمة الأعلى، فتنظرك إذا راح يصير عندي دايركشنال ديزاين اور فوليوم. كيف الاي دي تي؟ هاي ديزاين اور فوليوم، اضربها في الدي، الدي مقدار هذا التوزيع، يعني كل اتجاه ايش قد ياخذ. من اقول طبعا هي هاي النسبة بين 55 الى 80، يعني كرينج إلها، بس مثلا اذا اتجاه اخذ 55 معناها الاتجاه الثاني ياخذ 45، اذا الاتجاه اخذ 60 الاتجاه الثاني ياخذ 40، وهكذا. طبعا انت من تجي تصمم تاخذ يا قيمة للدي، يفترض تاخذ القيمة الاعلى، لان انت تريد تصمم تصمم على الحالة الاحرج. خلنا ناخذ مثال، قايل لك انه الدي قيمتها بين 60 الى 40، يعني عندك نسبة التوزيع 60 الى 40، يعني اتجاه ياخذ 60 واتجاه ياخذ 40. فقايل لك المثال السابق اللي كانت قيمة الديزاين اور فوليوم هي 420، اوجد داير شنو اوجد لي مقدار الدايركشنال ديزاين اور لي فوليوم. فانت شنو الفارق بين عندك هاي ال 420 راح تضربها في مقدار الدي، هو مطيك ال 60 وال 40، يا قيمه قلنا نعتمدها، راح نعتمد قيمه ال 60. ليش قيمه ال 60؟ لان احنا راح نصمم على الحاله الاحرج، فبالتالي راح تكون القيمه عندي 0.6 في 4. طبعا من اقول 60% من اجي اضرب راح تتحول لي الى 0.6 في 420 وراح تصير 250. ولازم قايل لك ملاحظة، نستخدم البوينت 6 مو البوينت 4، وخال علامات تعجب، لأن الآن أنت ما ممكن تصمم على الحالة، تترك الحالة الحرجة وتصمم على الحالة الأخرى، معناها أنت تصميمك راح يكون خاطئ. شرحنا الدايركشنال ديزاين اور لي فوليوم. نجي ناخذ المثال الثاني، قايل لك افرض الدايركشنال سبلت بين 60 الى 40، اذا ال 60 وين موجود؟ بيا اتجاه باتجاه البيك، بيك يعني ذروه، والديزاين اور فاكتور هو 12%، وقايل لك هذا المشروع يعني اوجد لي مقدار إذا كان عندك الانوال افريج ديت لترافيك 20,000، فرايد منك الديزاين اور فوليوم والدايركشنال ديزاين اور فوليوم. شلون راح تطلع الديزاين اور فوليوم؟ راح تجي تاخذ ال 20,000 تضربها في الكي اللي هو البوينت 1.2، فراح تطلع لك ايش قد؟ 2400، مثل ما قلنا فيكل بير اور. دايركشنال ديزاين اور فوليوم هاي القيمه اللي طلعت راح تضربها في الدي، واللي هي ايش قد قلنا راح ناخذها القيمه الاعلى، يعني راح نضربها في 0.6. فايش راح تصير هنا؟ انا راح يصير عندي اختلاف، شوف بالوحدات صارت فيكل بير اور بير دايركشن، لان انت من كتبت دايركشنال ديزاين اور فوليوم يعني جاي تحسبها لاتجاه واحد. بعد عندنا مصطلح اخر هم مهم وضروري، هو باسنجر كار اكوفالنت. شنو باسنجر كار اكوفالنت؟ قبل لا نعرفه ونقول، هو طبعا هو عدد المركبات اللي راح تحل مكان مركبة ثقيلة واحدة في مقطع معين من الطريق تحت ظروف معينة من الطريق والمرور والترافيك كونديشن، حتى يتوضح لنا هذا. احنا عندنا كتقسيم يعني معتمد للمركبات قسمها إلى ثلاث أنواع: مركبات صغيرة اللي هي تشمل لي المركبة الخصوصي، المركبة التاكسي، الكوستر، الكي، البيك اب، الفان الصغيرة، يعني كل مركبة عندها أربع إطارات في تماس مع الطريق، هاي أسميها مركبة صغيرة.
المركب او عدد، او خلينا نقول عدد ركابها بين 20 او الاقل، هاي التفصيلات اللي ذكرت. مركبه كبيره او اللي هي ايضا هي من ضمن المركبات الثقيله، اللي هي المركبات الباصات الكبيره اللي هي هذه هسه هاي الباصات اللي الحمر اللي تدخل داخل الجامعه مطابقين او الطابق واحد، او المنشات مال السفر، او باصات المدارس، هاي نسميها مركبه كبيره اللي هي بها عدد ركابها فوق 40. وعندنا الشاحنة اللي هي سيارات الحمل، سيارات العفو النفايات، الشاحنات اللي تنقل البضائع، سيارات الماي، بتفاصيل مختلفة اللي هي لها أكثر من 4 إطارات في تماس مع الطريق. هاي 3 أنواع من المركبات. هاي المركبات من تمشي على في طريق معين، من تيجي تريد تحسبها ما ممكن تتعامل وياها، طبعا تتعامل وياها كنوع واحد. ليش؟ لأن هاي المركبات الثقيلة تاخذ حيز لها عاملين، يعني طبعا ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بالمحاضرات الجايه، بس خليني اشرحها حتى تكون واضح ليش انت ما تتعامل وياها. هذه لها حيز مكاني اكبر من الحيز المكاني المن للمركبه الصغيره، هذا واحد. الثاني القابلية التشغيلية لهذه المركبات تكون يعني ما تقدر تمشي بسرعة عالية مثل المركبة الصغيرة، فراح تاخذ فتحتاج وقت أكبر في الطريق. إضافة إلى ذلك أن المركبة الصغيرة راح تخلي تتخوف من هذه المركبات الكبيرة، فتخلي مجال بينها وبينها أكبر، فبالتالي إذا راح تأثر على الطريق. فما يفترض بينا أنه نحسب هاي المركبات ونتعامل وياها على انه هو نوع مركبات واحد. فاذا انت بالبدايه من تجي تعد المركبات راح تخلي هاي المركبات في حقل خاص بيها، ان شاء الله ناخذها في المؤتمر، يعني تقسم مركبات، مركبه صغيره، مركبه كبيره، وشاحنه. وبعدين حسب نوع الطريق تجي ايش قد اكو جداول موجوده عندك، كل مركبه ايش قد تعادل، يعني مثلا الشاحنه بالتقاطعات تعادل مركبتين، يعني الباصات تعادل 3 مركبات، وهذا تشيل هاي الشاحنه، اذا باسنجر كار كوفيننت راح تشيل هاي الشاحنه وتحط بمكانها مركبتين صغيره، تشيل الباص الكبير وتحط بمكانه 3 مركبات صغيره، فراح يتغير عندك هنا الفوليوم، الفوليوم كنت حاسبه انت 400 او 500 راح يتغير راح يزيد، وهنا من يتغير الفوليوم انت كنت حاسبه كاتبه مركبه بالساعه، من غيرته وطلعت العدد الجديد ما راح تكتب مركبه بالساعه، راح تكتب باسنجر كار يونت بالساعه. ليش؟ حتى يعرف المقابل انت مدخل تاثير المركبات الاخرى، وايضا هذا مو عدد حقيقي. هذا هو الباسنجر كار إكويفلنت. بيك أور فوليوم من اسمه هو حجم المرور خلال ساعة الذروة. بيك أور هي ساعة الذروة، فالبيك أور فوليوم هي الحجم المروري في مدخل معين أو ممر معين خلال ساعة من اليوم هي يمر بيها، يلاحظ أنه مر بيها أعلى حجم مروري. طبعا مثل ما قلنا انه هذه الساعة البيك اور فوليوم نعطيها بدلالة الباسنجر كار يونت. ليش؟ لان احنا قلنا انه المركبات ما ممكن ان اتعامل معها كنوع واحد، وحتى مو فقط كمركبة، يعني اذا انت عندك طريق من اتجاه واحد من تجي تاخذ تقاطع، التقاطع به اكثر من اتجاه، يعني عندك مركبات تنعطف نحو اليسار، مركبات ثرو، مركبات باتجاه اليمين، مركبات ثرو اقصد اللي تمشي الى الامام، تتقدم الى الامام. هذه المركبات ايضا ما نتعامل وياها بنفس الشيء، كل وحده لها تاثير، يعني مثلا مركبه متجهه باتجاه اليسار هذه ما راح تتقاطع وياها مركبه اخرى، بينما مركبات اليسار تتقاطع وياها مركبه اخرى، فايضا هذه راح نتعامل وياها نحولها تحويل معين بما يعادلها من المركبات. نجي ناخذ مصطلح ثاني اللي هو بيك اور فاكتور، يعني هذا من اسمه بيك اور فاكتور، هذا معامل ساعة الذروة، معامل ساعة الذروة. هذا معامل ساعة الذروة شنو تعريفه؟ هو نسبة من الحجم المروري خلال ساعة، هاي الساعة مقسوم
لكل طبعا انا من تيجي تحسب الحجم المروري راح للساعه مثل ما قلنا اول ما عرفتكم الفوليوم قلت لكم ما راح ناخذ الحجم المروري خلال ساعه كامله قطعه واحده وانما راح تجي توقف. عاده ساعه البيك اور تقسم الى اربعه فترات كل فترة هي 15 دقيقة فراح تجي تحسب الفترة مع كل 15 دقيقة الأربعتهم راح تطلع شنو البيك أور فوليوم. البيك أور فاكتر هو هذا الحجم مع البيك أور فوليوم مقسوم على أعلى حجم بال 15 مضروب في 4 بما معناه أنه أنت بالتصميم ما راح تجي تعتمد يعني شو الساعة الذروة لأن هاي ساعة الذروة أيضا بيها تذبذب راح تعتمد أعلى ربع ساعة وراح تحولها بدلالة الساعة فراح تاخذ فلوريت لأعلى ربع ساعة ونسميها ديزاين فلوريت أو ماكسيمم فلوريت اللي هي أعلى ربع ساعة مضروبة في 4. ليش 4؟ لأن أنا مقسمة الفترة 4 فترات ممكن تكون حسب الفترات ممكن تاخذ 6 فترات فراح تصير كم فترة عندنا 6 فراح تصير أعلى في 6 وهكذا. يعني رقم 4 هذا رقم مو ثابت هذا إذا أنت اعتمدت البيك 15. زين راح نجي ناخذ فالمثال يوضح لنا شلون اجي احسب البيك اور فوليوم البيك 15 وشلون راح اجي ادخل وشلون احول الى الباسنجر كار يونت حتى اذا صار عندنا لبس بالمعلومات هنا تتوضح اكثر. هذا فد مقطع منطينا اللي عمليه احصاء تمت بين الساعه لمده من 4 ل 6 ونص ساعتين ونص لمدخل معين من طريق هذا المدخل لتقاطع لأن من منطينا حركة انعطاف نحو اليمين نحو اليسار حركة انعطاف نحو اليمين والأستي هي ستريت يعني المركبات المتجهة باتجاه الأمام اللي هنا أنا بيها شاحنات وبيها مركبات صغيرة. زين وقايل لك فترة العد بين 4 ل 6 ونص ورايد طبعا البيك أور فاكتر الاكشوال او ديزاين فلوريت يعني هسه شوف انت عندك تسميات اما تقول ماكسيمم فلوريت اكشوال فلوريت ديزاين اور فلوريت اللي هو اعلى قيمه راح نحسبها هسه راح تبين اكثر. زين بعد شنو قايل لك انه هاي طبعا فتره العد كانت 15 دقيقه مطيك معلومات قايل لك الشاحنه اعتمدها 1.5 مركبه صغيره باتجاه اذا هاي انا عندي شاحنات هنا أنا معناها ارفع كل شاحنه واستبدلها بواحد ونص مركبه يعني هاي السته اضربها في 1.5 راح تطلع لي 9 باسنجر كار. زين الليفت الرايت عند الليفت الواحد ونص اعتمد للشاحنات واعتمد للرايت الرايت ايضا 1.5 فالعشرة يعني هنا انا عندي رايت 10 10 اضربها في 1.5 راح تصير 15 مركبة واعتمد 2.5 المن للليفت. ليش الليفت؟ مثل ما قلنا حركة الليفت يعني يسار هي راح حركة انعطاف راح تتقاطع مع المركبات الاخرى فالها يعني وزن اكبر. زين والمركبات المتجهة باتجاه الأمام يفترض شنو رأيكم يتغير لو لا هاي المركبات ما تنضرب فاكتر لأن احنا نريد نحول بقية المركبات هاي الحقول الثلاثة اريد احولها المن الى هذه المركبة. زين فشو راح يصير الجدول؟ راح يصير الجدول بهاي الطريقة هذه من 4 ل 4.25 67 هاي 67 منين اجت؟ راح نجي نشوف منين اجت. اجت الخمسة حركة اليسار مضروبة في 2.5 يعني 12.5 حسبوا وياي العشرة في 1.5 يعني صارت اشقد 15 والتراك 6 في 1.5 اشقد صارت 9 9 و15 24 24 و12.5 36.5 و30 66.5 بالمركبات
ما يصير تقول نص مركبة، لأن أنت ما ماشي بطريق وشايف نص مركبة أو ربع مركبة. فعدد المركبات اللي يطلع لك إيش راح تسوي؟ راح تحوله إلى عدد صحيح، وهذا العدد الصحيح عدد نحو الأكبر دائما. ليش؟ لأن أنت لازم تخلي من نظر الاعتبار إنه تحول الأكبر ما تهمل. فحتى لو طلعت لك 66.2 راح تحولها إلى 66. بقية الحقول بنفس الطريقة. إذا هسه تحولت عندي الحجم أو المركبات كلها، أنا كاتبها انترفال فلو فوليوم، والمفروض يكتبها فلوريت لأن هي هذه لفترة ربع ساعة، وقلنا مثل ما قلنا هي بدلالة مركبة للباسنجر كاريو، يعني راح تصير مو مركبة وإنما باسنجر كار يونت، وكاتبة بين قوسين باسنجر كار يونت حتى تعرف إنه هذه هي مو عدد حقيقي، وإنما مدخلين تأثير رفع المركبات الثقيلة وإحلال مركبة صغيرة محلها. هسه يريد منا عدة طلبات. أولا يريد ساعة البيك أور. هسه أنت شو راح تشوف؟ راح تباو أنت عندك ساعتين ونص. طبعا هذه العملية طريقة تستخدمها في إحصاء تحديد ساعة البيك أور. يعني مثلا خلينا نقول هسه طريق الجامعة الدخول، أنت الصبح ما تعرف بالضبط هي ساعة البيك أور، أنت تخمنها. خلي نقول مثلا بين 8 لربع، 9 لربع، ناس تقول بين 8 لتسعة، ناس تقول 7:30 لـ8:30. فش راح تجي تسوي؟ راح تجي تاخذ فترة زمنية بين 7 لـ9:30 وتقسمها بنفس الطريقة. من قسمتها وطلعت عندك الحجم المروري هنا أو الفلوريت، راح تجي تاخذ انت قسمها بربع ساعة، معناها الساعة هي 4 قيم. راح تجي تاخذ أعلى 4 قيم متتالية متتالية. يعني هنا أنا راح تشوف عندك 103 114 135 وال113، هاي اعلى 4 قيم متتاليه. حتى لو صار عندك هنا 140 او 150 ما تعتمدها، لازم 4 قيم من تجمعهم راح يعطوك اعلى حجم مروري. فاجيت اذا ساعه البيك هي بين يا ساعه وساعه من 5 للـ6. اذا ساعه البيك اور هي من 5 الى الـ6. زين، حددنا ساعة البيك أور. شنو المطلوب الثاني؟ مطلوب الثاني تطلع الحجم. شو نطلع حجم ساعة البيك أور؟ ببساطة جدا راح تجمعهم، تقول هاي 103 زائد 114 زائد 135 زائد 113. زين، فإذا من جمعتهم راح يطلع لك المجموع الحجم 465. زين، حتى تطلع ماكسيموم فلوريت او اكتوال فلوريت او ديزاين فلوريت، هاي 3 قيم مصطلحات تعني قيمة واحدة، لازم ترجع شنو تشوف منو هاي القيم، من قيم الاربعة منو اعلى قيمة؟ الاعلى قيمة هي منو؟ 135. اذا اعلى قيمة عندك 135، فاذا القيمة اللي تريد تعتمدها هي 135 في 4. 135 في 4 راح تطلع لك ايش قد؟ 540 باسنجر كار يونت بير اور. هاي طريقة 4 × 135 540، العفو 540 باسنجر كار يونت بير اور. او عندك طريقة اخرى بالبداية تطلع، ها طبعا شنو رايد منك؟ رايد منك البيك اور فاكتر. قلنا البيك اور فاكتر هو عبارة الحجم المروري خلال ساعة البيك اور اللي طلعناه هو 465 على اعلى حجم في 4، اللي هو ليش قلنا 4؟ لأن الساعة مقسمة إلى 4 فترات، راح يطلع لك 0.861. هذه 465 إذا تقسمها على 0.861 إيش راح يطلع لك؟ راح يطلع لك الديزاين فلوريت، أو مثل ما قلنا تطلعها بهاي الطريقة، يعني تطلع البيك فوليوم وتيجي تقسمها على الديزاين فلوريت، راح تطلع بيك أور فاكتر. هسه أكو ملاحظة على البيك أور فاكتر. البيك اور فاكتور فت قيمة مهمة جدا، يعني انا ممكن هاي القيمة اللي طلعتها تناقش لي بي، اقول لك ناقش لي هاي القيمة اللي طلعت. البيك اور فاكتور تنطيك انطباع عن مدى تذبذب الحجم المروري. كل ما كانت قيمة البيك اور فاكتور قريبة للواحد، معناها لأسف احنا شلون حسبنا البيك اور فاكتور؟ خذنا اعلى قيمة، يعني الحجم المروري الكلي قسمناه على قيمة في 4 او على الماكسيموم فلوريت.
لو كانت هذه القيم، هسه احنا طلعت لنا القيمه 0.861، يعني اكو تذبذب بالهاي، بس اذا اقتربنا مثلا يمتى اقترب من الواحد؟ لما تكون هاي الحجوم المروريه متقابله، يعني معناها ما عندك تذبذب. وكل ما قلت هاي القيمه معناها اكو تذبذب في الحجم المروري في ساعه البيك اور نفسها. نكتفي بهذا القدر من المحاضرة إن شاء الله، ومحاضرتنا الجاية راح تكون الطريقة العملية للإحصاء المروري. أتمنى تكونون استفدتوا من هاي المحاضرة. نحاول نراجع المحاضرة قبل أن نبدي في محاضرة الأسبوع، المحاضرة الجاية بإذن الله، المحاضرة اللي تتناول الجانب العملي من الترافيك فوليوم.